القرآن الكريم لغة معجزة قوية مضيئة كالشمس ودافئة كالإيمان. آية واحدة منه تقول ما تعجز عن قوله جميع أبواب الدواوين والمعارف، ولهذا كان حفظه بمثابة ولادة جديدة، ولادة ينعم فيها الجسد بدنياه وترغد فيها الروح بدينها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وخير جليس لا يمل حديثه وكتاب الله عز وجل. إذا ما في علاقة حب بينك وبين القرآن ما تستطيع أن تحفظه. القرآن يجعلك مختلف عن كل البشر اللي تلقاه لاهي مثلا في المقاهي يضيع وقته مثلا. القرآن يعلمك على تنظيم الوقت، القرآن يحثك على طلب العلم. إذا أردت أن تخاطب الله فقرأ القرآن، ثم إذا أحببت القرآن يعني سيسهل عليك الحفظ. القرآن يسهل، يفتح لك الله سبحانه وتعالى أبواب للأمور الأخرى التي تتمناها وترغب فيها. وإنه لكتاب عزيز لا يتأتى لأحد لم يصطفيه الله عز وجل لحفظه، وهذه العزة تقتضي منا حباً وتوقاً تجاه القرآن كما لا تقتضي لغيره. ولو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحمد لله أنا حفظته قبل 3 ساعات سنة انتهى القرآن. كان أستاذاً عرب من يمن. كان والدي يأخذني إلى شيخ يسكن بجانبنا فيعلمني قصار الصور، وكان حفظنا يعني بطريقة اللوح. كان شيخنا يقول يعني لازم عندك الورد اليومي، لازم ما تنام قبل ما تخلص الورد اليومي، فإذا عندك مشاغل لازم ترتب الوقت مالتك بحيث أنه أنت قبل ما تنام تخلص الورد مالتك. أنا أقرأ في اليوم 3 هكذا جزء، 3 جزء. الشيخ يعطينا الآيات فنكتبها باللوح، ثم بعد ذلك نقرأها قراءة فردية حتى أكملنا القرآن الكريم في السن 13 والرابع عشر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في حين أن عثمان زيبوف بالكاد ينطق باللغة العربية، إلا أنك تجده يقرأ القرآن وكأنه فطر على لغته وتشرب منها من فرط إتقانه وحسن تجويده المخارج. لغة العربية، إذن لغة العربية تعرف هذا القرآن يفهم جيد، ما شاء الله، هذا جدا سهلا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. إن خيرية القرآن الكريم أعظم من أي شيء، فهو خير كلام حمل به خير وحي إلى خير رسول إلى خير أمة. وهذه الخيرية التي تحيطه كانت وراء رغبة أنور بوسلامة ورفيقاه عثمان ومحمد للمداومة عليه، وهي ذاتها التي كانت وراء تجاوز كل عائق وتذييل كل صعب في سبيل إتمام حفظه. أكثر الصعوبات طبعاً دائماً هي الموازنة بين حفظ القرآن والدراسة. كتاب الله لا يمل حديثه، ولكن الإنسان سبحان الله قد يضعف في بعض الأحيان، فعندما يلازم المشايخ يعني تصير دي مهمته عالية. وأيضاً من يعني الصعوبات هو المراجعة طبعاً، أهم من الحفظ طبعاً المراجعة، يعني لازم واحد نفس الوقت الذي يعني يقضيه في الحفظ لازم يقضيه في المراجعة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قرأنا برواية الإمام قالون عن نافع المدني، ونقرأ لورش في تونس أيضا قالون وورش. بعد كل ما واحد يختم القرآن الكريم عند الشيخ يقرأ براويين، يعني براوي حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم أيضا. عندما أكملت يعني آخر آية في القرآن الكريم، يعني سبحان الله شعور لا يوصف، ترى العزة لا بطريقة التكبر ولكن سبحان الله بطريقة العزة، لأن القرآن الكريم يعطيك وقار حتى وأنت صغير. أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. إن من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، يصطفيه لحفظه، يعينه على العمل به، ويرشده نحو فضاءات المعارف والمتون. فوحده القرآن من يستثيرك من كل جهة وبكل أسلوب، فتارة يرغبك وتارة يرهبك، وتارة يسألك، وتارة يحكم فيك عقلك، وتارة يدفعك للتغني به. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.